كان فاضل قبل ما نخش في الفينوس درينج ونخش في الليمفاتيك درينج بتاع النيزل كافيتي، كان فاضل بس ملحوظه رفيعه وفي نفس الوقت هي ملحوظه مهمه جدا. هنا في المنطقه ديت من النيزل سبتم بيتواجد هنا حاجه بنسميها الابيستاكسس، او المنطقه اللي بيحدث هناك عندها حاجه اسمها النيزل بليدنج. هتلاقي عندك في الكتاب حاجه اسمها النيزل بليدنج او حاجه اسمها الابيستاكسس اللي هو نزيف الانف. دايما تيجي في الافلام لما يبقى البطل بيضرب المجرم بيضربه في مناخيره كده، تبص تلاقي فيه بليدنج او فيه نزيف دايما بينزل من الايه، من المناخير. لما يبقى فيه تروما كده عند الانف بيبقى دايما فيه دم، او فيه حد مثلا خبط حد بوكس عند الانف او عند منطقه النيزل سيبتوم، تلاقي دايما كده فيه بليدنج او فيه نزيف بنسميه الابيستاكسس. طيب هذا بيرجع لان هذه المنطقه هي ريتش، يعني غنيه بالبلاد سبلاي او فيها امداد دموي غني جدا. انا عندي هنا ثلاث شرايين بيشاركوا في مساله الانستموزس او مساله البلاد سبلاي اللي هي موجوده هنا في المنطقه دي اللي احنا بنسميها بالمناسبه الليتل اريا. يبقى هذه المنطقه اللي بيحصل عندها الابيستاكسس او اللي بيحصل عندها النيزل بليدنج، هذه المنطقه بنسميها الايه، الليتل اريا. والليتل اريا دي هي او الليتلز اريا، وهي عباره عن تلاقي ثلاث شرايين. الشريان الاولاني هو السبتال برانش اوف ذا انتيريور اسمويدال ارتري، والبرانش الثاني اللي هو السبتال برانش بتاع السفينو بلاتاين ارتري طالع ناحيه المنطقه اهو، وفي عندنا البرانش الثالث اللي هو بتاع الفيس اللي هو السوبيريور ليبيال ارتري اللي هو احنا قلنا ان هو برانش من الفيشال ارتري. يبقى الثلاث شرايين دول الانتيريور اسمويدال رقم واحد والسفينو بلاتاين والسوبيريور ليبيال، السبتال برانشز بتاعتهم بتطلع كلها تتلاقى في المنطقه دي اللي احنا بنسميها الليتل اريا، بتعمل انستموزس، منطقه بتبقى فيها غنيه بالبلاد سبلاي. لما بيبقى في تروما ويبقى في خبطه تلاقي المنطقه دي بتعمل بليدنج او بتعمل نزيف. لازم برضو انا لو كنت بقسم البلاد سبلاي بتاع اللاترال وول اربع ارباع واقوم عامل كده ومقسم الكوادرانت او مقسم اللاترال وول لاربع مربعات، هنا باجي عند الميديال وول او النيزل سبتم بقسمها بالورب كده، يعني باجي كده بسهم كده وبقسم بالورب، بقسم الميديال وول لمنطقتين، المنطقة اللي قدام وفوق بنسميها الانتيريور سوبيريور اللي هي المنطقة ديت، والمنطقة اللي بتبقى ورا وتحت المنطقة اللي احنا بنسميها البوستيريور انفيريور هاف. يبقى انا هنا كنت بقسم اربعة كوادرانت او اربعة ارباع، انما انا هنا بقسم نصين، بقسم انتيريور سوبيريور هاف اللي هو النص اللي فوق وقدام، والايه البوستيريور انفيريور هاف اللي هو النص اللي ورا وتحت. طبعا هنجد انه الوحيد اللي هو موجود في المنطقة اللي تحت اللي هو السبتال برانش بتاع السفينو بلاتاين ارتري هو اللي موجود بس في المنطقه البوستيريور انفيريور، انما الباقي سواء كان الازمويدال البرانشات بتاعت الازمويدال ارتريز تمام، او سواء كان اللي هو بتاع السوبيريور ليبيال ارتري الشريان بتاع السوبيريور ليبيال ارتري كلهم بيشاركوا في الانتيريور سوبيريور هاف او النص اللي بيبقى موجود قدامه ايه، قدام وفوق او انتيريور سوبيريور ايه هاف. طيب نبدا كلامنا بقى دلوقتي عن موضوع جديد الا وهو الفينوس درينج والليمفاتيك درينج اوف ذا نيزل كافيتي. عندنا بالنسبه للفينوس درينج في عندي ثلاث مناطق ممكن ان انا اصرف فيهم الفينز او الاورده بتاعت النيزل كافيتي. رقم واحد ببساطه جدا اللي هي التريجويد فينوس بليكسس، كان في هنا في منطقه الانفرا تيمبرال فوسه في المنطقه اللي هي والحته ديت كده مطرح ما انا بشاور، احنا قلنا هنا في شريان اسمه الماكسيلاري ارتري واخد بالك بيبقى موجود في المنطقه ديت، وكمان بيبقى مع الماكسيلاري ارتري في هنا فينوس بليكسس بنسميها التريجويد فينوس بليكسس. وانت رجعت لدرس الانفرا تيمبرال فوسا هتجد هنا في مجموعه اورده بتبقى موجوده في المنطقه دي بالظبط عند التريجويد بليتس. شايف انت الاثنين دول بليتس دول اللي هو الميديال تريجويد بليت واللاترال تريجويد بليت، عندهم هنا بيبقى في بليكسس بنسميها التريجويد فينوس بليكسس بتاخد نفس اسم البليتس. لو انت برضو هنا في منطقه الفيس احنا اخذنا انه هنا في شريان اسمه الفيشيال ارتري، كذلك بيبقى في فين جنبه كده اسمه الفيشيال فين، او تحديدا بنسميه الانتيريور فيشيال فين، لان انا عندي انتيرو فيشيال فين وعندي بوستيرو فيشيال فين، فهنا في المنطقه دي بيتواجد الانتيريور فيشيال فين. الانتيرو فيشيال فين اللي بيبقى مصاحب للفيشيال ارتري اللي احنا اخذناه من شويه في الارتيريال سبلاي. يبقى انا هنا عندي في هنا حاجه اسمها التيريجويد فينوس بليكسس اللي هي بتبقى ماشيه مع الماكسيلاري ارتري واخد بالك، واللي بتبقى موجوده جنب التريجويد بليتس ديت، وعندي هنا في فين تاني اسمه الايه الفيشيال فين او الانتيرو فيشيال فين بيبقى ماشي على الفيس من قدام، بينما هنا بداخل المنطقه دي اللي احنا اخذناها في الهيد اللي هي المنطقه اللي احنا بنسميها الكرينيال كافيتي، بداخل الكرينيال كافيتي هنا بتتواجد حاجه تسمى الكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس ان شاء الله هناخدها بعدين، هي عباره عن جيب وريدي كبير، جيب وريدي كبير موجود بداخل الكرينيال كافيتي. يبقى عندنا هنا في الكرينيال كافيتي في جيب كده او كيس وريدي اسمه الايه الكافيرنس ساينس. يمكن الناس اللي ذكرت الكرينيال كافيتي يمكن سمعت طبعا عن هذا الايه الكافيرنس ايه ساينس.